العروسة المصرية كلها جمال وحنية، تدلعك وتخلي أيامك كلها شهر عسل. دي نصيحة من الصحفي الكويتي لسعيد التوفيقي، وده للشباب من أهل بلده. ليه الشاب الكويتي شايف إن المصرية مصدر السعادة والحنية؟ وإيه رأيه في بنات بلده؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. جه الوقت إن البنت المصرية تلاقي اللي يقدرها ويعرف قيمتها كويس، وده جه من الصحفي الكويتي سعيد توفيقي، واللي كتب كام تغريدة على حسابه على تويتر ذكر فيها مميزات البنت المصرية وإيه اللي بيميزها عن كل البنات اللي في العالم حتى عن بنات الكويت. الصحفي سعيد الله يبارك له نصح الشباب الكويتي إن لو في واحد فيهم عاوز يتجوز واحدة غير كويتية فأفضل واحدة هي المصرية. قال إنها تخلي كل أيام الكويتي اللي هيرتبط بيها شهر عسل وحنية، وطول الأيام دي هتاخد بالها منه وتراعي كويس أوي. الأهم من كده وكده إنها هتخلي وزنه يزيد من كتر الأكل الحلو اللي بتعمله البنت المصرية. على كلامه يعني بنات مصر كلهم شاطرين في عمايل الأكل، مش صح الكلام ده ولا إيه؟ أنا عايزاكم في آخر الفيديو تكتبولي إحنا مشهورين بأكلات إيه يا بنات؟ المهم إن مش الأكل الواحد والمشهور بيه البنت المصرية، لا ده في كمان حاجات كتيرة قوي مشهورة بيها البنت المصرية، زي إنها أصيلة قوي، تصون العشرة جدا، بتحب الاستقرار. وخد بالك من حتة الاستقرار دي، زي ما انتم عارفين دلوقتي في حالات انفصال كتير قوي بين الأزواج وبعضهم، وبما ان المصرية بتصون العشرة وبتحب الود فهي اكتر واحدة يفضل الارتباط بيها. اما بالنسبة للبنت الكويتية فنصح الأستاذ سعيد الشاب الكويتي انه في الاول خالص يختار البنت الكويتية لانها منهم وعارفينها كويس وأولى يعني من أي بنت تانية، بس نصح انه المفروض الشاب ياخد باله كويس قوي لان ده ارتباط رسمي ومفيش فيه هزار، وده ارتباط مهم لاختيار شريك الحياة اللي يا يريحك يا يتعبك ويزهقك، فكل واحد واختياره بقى. طبعا كلام الصحفي سعيد عن البنت المصرية ونصيحته للشباب الكويتي انهم يرتبطوا بمصريات، كلامه ده لقى ردود افعال كتيرة جدا، اغلبهم طبعا من شباب وبنات الكويت، فيهم اللي استغرب كلام الصحفي وقال انه كان الاولى بيه يشجع على الزواج من بنات الكويت، هم اولى الناس ببعض. وفي برضه اللي قعد يمتدح في بنات الكويت ويذكر الصفات الحلوه فيهم، انهم مثلا متعلمين في جامعات كبيره وتعليم عالي جدا، ده الاغلبيه منهم يعني. الاراء الثانيه اللي اتقالت للصحفي انه مش بس البنت المصريه اللي جميله وحلوه وطيبه العشره، في كمان البنت السوريه والمغربيه والعراقيه. على كلام المتابعين بتوع دول افضل بنات ممكن للرجل الكويتي انه يتجوز واحده منهم، شايفينهم كويس يعني ومفيش احلى منهم. لحد هنا ونكون عرفنا مع بعض ايه اللي قاله الصحفي الكويتي سعيد توفيقي على البنات المصريات ونصيحته ايه للشباب الكويتي في اختيار الزوجه. انتم بقى ايه رايكم في كلام الصحفي سعيد؟ موافقينه ولا لا؟ شاركوني برايكم في التعليقات.